المشتعل. على الرغم من المحاذير المفروضة على المرأة في تلك الأوقات، إلا أن تشرشل وافق على انضمامها للعمل معهم نظرا لذكائها وثقافتها المتعددة وقدرتها الكبيرة على الإقناع، وكذلك تحدثها اللغات الألمانية والفرنسية والإيطالية بطلاقة، وحدد لها $250 كراتب شهري. كان توقيع الهدنة بين المتحاربين في الحرب العالمية الأولى في أواخر عام 1918 إذانا بإنهاء حياتها المهنية كجاسوسة قبل أن تبدأ، ولكن رغم ذلك قامت المخابرات العسكرية بإرسالها إلى أوروبا لإعداد تقارير عن الأوضاع السياسية والاقتصادية ذات الأهمية المحتملة للوفد الأمريكي الذي سيشارك في مؤتمر السلام الذي سيعقد في باريس. تحت ستار مراسل صحفي لصحيفة بالتيمور سن، أبحرت مارغريت إلى فرنسا في ديسمبر عام 1918 في طريقها إلى ألمانيا، وكانت أول مراسلة ناطقة باللغة الإنجليزية تصل إلى برلين بعد الهدنة.